السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، انتشر مقطع فيديو منذ أيام قليلة لاجتماع عقد في طنجة في المغرب، نظمه حزب مغربي معترف به رسمية، في الحضور ملحد مصري ملحد مغربي مع هذه الكاتبة التونسية هالة وردي، أستاذة جامعية في تونس تخصصها أدب فرنسي، كتبت كتاب تحت عنوان لي ديرني جور دو محمد، الأيام الأخيرة لمحمد، وكتبت كتاب آخر بالفرنسي أيضا بعنوان الخلفاء الملعونون. هذه الكاتبة في هذا المقام أساءت الأدب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشككت في وجوده ووصفته أنه شخصية متناقضة. قمة في الجرأة على الدين، قمة في الوقاحة، قمة في العدوان، وقمة في الجهل كما سيأتي معنا الحديث. للأسف الشديد رد فعل الشارع لم يكن في المستوى، سواء في المغرب أو في تونس لم يكن في المستوى. هناك بعض الأفاضل الذين تحدثوا صراحة وأنبوا يعني سكوت الشارع على هذا العدوان الصريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغريب في الأمر أننا إذا كان العدوان يأتي من دنمارك أو نوظفه سياسيا لقضايا انتخابية، أما عندما يكون في الداخل فتقريبا لا يتكلم إلا النخبة المخلصة، ممن نحسبهم من المخلصين يتحدثون ويتكلمون حمية لهذا الدين لا لتحقيق أغراض حزبية انتخابية. بعيدا عن ذلك، ما ذكرته في هذا الفيديو يحتاج إلى تعليق علمي. طبعا أنت كلما تحدثت وأدنت هذه المسائل يقال لك جابه الحجة بالحجة والكلام بكلام ولا تدن شخص المتحدث لأنه لا يوجد سقف للحريات. طبعا هذا كلام باطل وفاسد. معلوم أن سقف الحريات عندما يتعلق بالسياسة وبالحكام وبهذه المسائل ينزل إلى الحضيض، لكن يتعلق بالدين يعني هذا الدين حما مباح. عندما تقول تدين هذه الأشياء يقال لك رد بالحجة. طيب أنا أدينها لأنها جرأة على دين الأمة وجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تزعم أن تشكك في كتابها، تشكك في نسبه، تشكك في اسمه، تشكك في سيرته، تلعن صحابته، يعني موبقات. أنا أدين هذا الأمر وأرد عليه. ليس هناك تعارض، هذه عقلية كما ذكرت في فيديو آخر، عقلية الثنائيات أنا لا أحبها. لا يفترض أنني إذا رددت علميا لا أدين، أو إذا أدنت لا أرد علميا، بل أدينها وأجرمها وأدعو الشعب المغربي أن ينتفض ضد هذا الأمر الذي حصل في أرض المغرب، وأدعو الشعب المسلم في تونس أيضا أن ينتفض ضد هذا الإجرام الممارس على قطعيات الدين ومقدسات الإسلام. لكن نتحدث الآن في مسألة علمية، ما ذكرته في هذا الفيديو. طبعا هذه الكاتبة منذ فترة، وأنا ألاحظ على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة تمرير هذه الكاتبة للترويج لكتابها الذي لم يعرب أصلا. يعني العادة أن الكتاب عندما يعرب يتم الترويج له، الكتاب ما زال باللغة الفرنسية صدر منذ 3 سنوات، لكن يتم الترويج له بكثافة، سواء في المنابر الإلحادية كما هو في هذا الفيديو عصيدة هذا ولا أدري كيف ينطق حتى الاسم، وخالد منتصر الملحد المصري المعروف بطعنه في المقدسات، وله مشاكل كبيرة جدا في مصر، وأيضا كما ترون في هذه الصورة مع المنصر المغربي المسيح. هذا منصر مغربي معروف جدا ومعروف انه منصر، ويعني بين قوسين يحاضر، هو عيل اللسان، لكن هو يعني له فيديو يحاضر في كنيسة فرنسية، يعني الترويج له من المنصرين والترويج للكتاب من الملاحدة. الأمر واضح أنها خطة لدعم هذه الحالة الإلحادية في العالم العربي. وطبعا لا أستغرب أن يأتي الطعن في مقدسة الإسلام ممن يزعمون الأكاديمية في تونس، طبقة منهم طبعا، لا أستغرب هذا الأمر. فإذا كان بيت الحكمة الذي يعتبر
قانونيا يضم نخبة المفكرين التونسيين، كما هو يعني مثلا الأكاديمية البريطانية، الأكاديمية الأمريكية تضم نخبة المفكرين. فبيت الحكم على الأصل أن يضم نخبة المفكرين. تجد فيه مثلا عبد المجيد الشرفي الذي طعن في السيرة وطعن في القرآن الآن يمارس حملة لإثبات أن في القرآن خرافات تاريخية، وقد رددت عليه في كتاب جهالات وأضاليل، ويعني انشأته اقرأوه، وهو موجود على النت. يعني أستاذه محمد الطالب يقول تحدثت معه فقال لي إنه لا توجد في الإسلام أي فضيلة. عبد المجيد الشرف يقول هذا الكلام كما يقوله عنه محمد الطالب. يعني أنت الآن ربما لو ذهبت إلى منصر يعني منصر شديد العنف ضد الإسلام قد يقول لك في الإسلام في فضيلة بعض الفضائل. يعني هذا الرجل المفكر الذي هو كان رئيس بيت الحكمة في تونس يقول لك لا توجد في الإسلام فضيلة واحدة. هشام شعيط أيضا في بيت الحكمة ماذا يقول؟ هذه النخبة المتحكمة في مسار الثقافة في تونس. هشام شعيط المؤرخ التونسي للأسف المعروف كتب كتابه في السيرة، ورددت عليه في كتاب هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى، وكان ينقل عن تور أندري الأسقف السويدي، وحتى لم يفهم كلامه كما فصلته في الكتاب. طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد جاء بالقرآن بعد أن تعلم على يد السريان، تعلم من كتبهم ومن مواعظهم، ثم نقل ما وجده في كتبهم إلى القرآن. فالقرآن كتاب المفترى، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يفتري النبوة، وكل هذه الأمور تمر يعني كأن شيئا لم يكن. هالة الوردي متخصصة في الأدب الفرنسي، لا أدري كيف اقتحمت كتاب موضوعا في السيرة وفي التاريخ، يعني لا تملك أي آليات البحث. يعني في كتابها لم تحسن ترجمة القرآن الفرنسي، لم تفهم القرآن، بل في كتابها نقل الأسماء غلط، يعني حتى لا تعرف كيف تنطق أسماء الأعلام، كيف تقرأ أسماء، يعني هي لا تعرف الكتب ولا تعرف حتى أسماء الأعلام. وطبعا لو أردت أن ألخص لكم كتابها في الأيام الأخيرة لمحمد صلى الله عليه وسلم سأقول لكم أغرب شيء ممكن أن يتصوره إنسان، أو أغرب شيء يتصوره عاقل. جاءت بنظرية خلطت أشياء متناقضات كما يقول إخوان المصريون، يعني ضربتها في الخلاط، أخرجت لنا شيء لا يتصوره عقل. نظريته هي تعتمد منهج باتريشيا كرون والأخباريين الشيعة. طيب باتريشيا كرون هذه تقول كل كتب التراث الإسلامية لا تساوي شيئا، وهي مجرد اختلاق إسلامي متأخر لا تساوي فلسة، وعلينا أن نعتمد فقط على ما يمكن أن يستلهم من المصادر غير الإسلامية من القرن الأول الهجري والثاني الهجري عندما كانت تؤرخ الفترة التالية، سواء كانت يعني مكتوبات أم مسكوكات أو غير ذلك. يعني هي ترد التراث الشفهي الإسلامي برماته، وهذا مذهب يعني استشراقي معروف وله أتباعه، وهي مدرسة دوانسبرو أستاذها. وطبعا باتريشيا كرون أسست لهذا المذهب في كتاب هاجريزم مع كوك في كتابهم المشترك، الكتاب الذي عرب تحت عنوان الهاجريون. هذا المذهب المتطرف في الدائرة الاستشراقية كيف جماعته مع المذهب الذي يعتمد الروايات الشيعية عند الأخباريين؟ طبعا الأخباريين الشيعة لا يعتنون بالعلة ولا شيء، يعني الروايات وراء بعض. طيب طبعا هناك الأصوليون الشيعة والأخباريون الشيعة، الأخباريون عندهم اعتماد كبير على الروايات. طبعا هذه الروايات قد تجدها حتى هذه طبعا نوع من المغالطة، هذه الروايات قد تجدها في كتب أهل السنة، لكن وجودها في كتب السنة هناك كتب إذا نقلت لا تركن إلى الصحة، فقد تنقل الأسانيد. يعني في تاريخ الطبري في المقدمة يقول أنا مجرد جماع في هذا الكتاب، إذا وجدت شيء منكر فليس مني. ومعروف أن روايات بمخنف في 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 في, في تاريخ الطبري معروف أن هذه الروايات يعني باطلة، يعني الكاتب من غلاة الشيعة، وفيها طبعا فرق كثيرة جدا. كيف جمعت منهج الروايات على منهج الأخباريين الشيعة مع منهج باتريشيا كرون في الخلاط؟ أخرجت لنا
قراءة انتقائية التقاطية لا معنى لها، لا تساوي شيئا في المنهج الأكاديمي. طبعا المرأة لا تعرف، لا تحسن القراءة العربية، لا تحسن فهم اللغة العربية الفهم الصحيح، ولا تعرف الأعلام، فكيف تنتظر منها أن تقدم لك قراءة علمية لكتاب أو لسيرة أو لشخصية أو لتاريخ؟ على كل حال دعونا نسمع هذا المقطع الذي تحدثت فيه هالة الوردي، ثم نرد عليها ما قالت بالتفصيل في هذا المقطع. السؤال المحرج الحقيقة بالنسبة لي متاع الأخ رقم 7 هو: هل كان محمد رجل دين أو رجل دولة؟ هو كان الاثنين، لأنه هذا لا يمنع ذاك. لكن سمحني أني نسألك سؤال مستفز شوية، لأنه هو سؤال حقيقي بالنسبة لي ويدخل في إطار الندوة هذه بتاعنا. هل محمد حقيقة أم أسطورة؟ هذه الأسئلة الآن التي تناقش في الأكاديميات. هل هو موجود فعلا؟ هل وجد فعلا؟ ما هو اسمه الحقيقي؟ وأين ولد؟ وهل مات في المدينة؟ لأني وقت اللي عملت البحث متاعي، نفتح قوسين بسرعة، وقت اللي عملت البحث متاعي على وفاة الرسول، وتعرف المصادر الإسلامية أغلبها تكتبت على الأقل بعد قرن ونصف من موت الرسول. هناك مصادر بيزنطية وقبطية وإغريقية تقريبا معاصرة لفترة الرسول، وهناك نص مكتوب بالإغريقية فيه، هي رسالة بعثها تاجر لأخيه الذي يسكن قرطاج، ويعني بعث له سلامات، وقال له كيفاش أحوال العائلة، قال له شنو أحوالكم في غزة، لأنه هو من غزة. قال له هاو جانا واحد يقولوا له محمد ويدعي النبوة، وجانا يحب يحتل القدس. وهذا الحديث صار عام 634، يعني عام 634 الرسول ما زال حيا ويحارب في غزة، مع أنه المصادر التراث الإسلامي موجود، التراث الإسلامي كيف ناحية الترمومتر، مش معناها ناحية السخانة. هذا نقطة استفهام كبرى. هذا فقط باش نقول لك يعني سؤالك هو وجيه فعلا، رجل دين أو رجل دولة، هل كان غازيا شرسا أم كان إنسانا حليما، لأنه شخصية مليئة بالتناقضات الشخصية المحمدية. طرحت هالة وردي هنا مجموعة من التقريرات والمغالطات تحتاج إلى تفكيك مع الرد عليها، وسنتحدث نقطة نقطة حتى نأتي على جميع ما قالت. طبعا هي تعريضه في قالب تساؤلات، لكن هي تساؤلات تطعن في مسلمات الأمة. يعني أنت عندما تشكك في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي في الإسلام؟ أنت لا تتحدث عن مضمون الرسالة، الوجود نفسه محله شك، وهذا مذهب متطرف يعني أصبح من النادر من يقول به، لأن طبعا الكشوفات الأخيرة خاصة في المخطوطات القرآنية جعلت هذا الزعم الذي أسسته مدرسة وانسبرو ومن يتبعها، جعلت هذا الزعم بلا قيمة. لكن دعونا نناقش مسألة. المسألة الأولى تحدثت عن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا دخلوا في كل شيء أصبح محل شك. طبعا باتيشا كرون تقول لك مكة لا توجد في مكة، في مكة الحالية، وإنما في الحجاز، وإنما توجد في الأردن وغيرها، يعني هذا الكلام العجيب. على كل حال قالت إن تشكك في اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس محمد. طبعا هي في لقاء يعني مع إحدى الصحف ذكرت مسألة الاسم والجدل الموجود فيها. العجيب في الأمر، طبعا هنا سأشير إلى مسألتين، العجيب في الأمر أنها في هذا اللقاء كما ترون أمامكم قد قالت إنها تنكر على هشام جعيد سيء الذكر في كتابه في السيرة أن اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قثم، كما يردده طبعا عدد من المنصرين وهؤلاء يعني الطبقة السيئة من الكتاب. فهي تنكر عليه مذهبه وتراه باطلا. طيب أنت ترينه باطلا ثم تقولين إن هناك شكا في اسمه، هل إذا تحدث أي إنسان في أي مسألة تصبح محل شك؟ العجيب في الأمر، وهذا يظهر لك يعني ضعف المدارك العقلية لهؤلاء،
أنها قالت وأنا استدللت عليه بكتب التراث ومنها كتاب البلاذري كتابه في الأنساب، وأنت هنا يعني كتاب أنساب الأشراف، وأنت هنا يأخذك العجب كلما أخذ. يعني هذه الكاتبة تقول التراث الإسلامي مكتوب بصورة متأخرة فغير موثوق، ثم تأتي لهذه المسألة فتعتمد على كتاب من التراث الإسلامي من القرن الثالث، فالبلاذري متوفى سنة 279 هجري، فهذه تتناقضين. ثم كيف تعتمدين على هذه الكتب والقرآن الذي لا يشك فيه يعني عاقل أنه مهما كان قولك في القرآن هو رباني أم بشري، القرآن يقول إن اسم نبي الإسلام محمد، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. طيب هذا تصريح قرآني، إذا كان القرآن يصرح والقضية تكون محل شك فأنت تشككين صراحة في القرآن، صراحة في القرآن، طبعا القرآن والسيرة وغير ذلك. فهي تزعم أن الاسم محل شك ثم تنكره على من قال به، ثم هي تناقض نفسها منهجية باعتماد كتب التراث، وهي ترد على التراث وتعتبره متأخرة، ثم حتى في تعاملها مع كتب التراث بين قوسين يعني تقدم كتاب في القرن الثالث الهجري على القرآن الذي لا يشك عاقل أنه من القرن الأول الهجري. ثانيا، تقول لنا هلا الوردي إن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة محل شك. ماذا تقصد بذلك؟ طبعا لم تفصل في هذا اللقاء، تقصد بذلك ما قالته في كتابها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات في غزة، مات في غزة، هو كان بعد ذلك في غزة وتوفي هناك. سنتحدث لاحقا عن دليلها في هذا الأمر، لكنني أقول هي هنا تناقضت، لأنها قد بنت حديثها في الخلفاء الملعونين في هذا الكتاب، بنت حديثها على أن عمر وأبا بكر، عمر وأبو بكر قد تواطأ على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بتسميمه. فهل مات في المدينة أم مات في فلسطين؟ هذه محنة التناقض عند العابثين والقماشين. ثالثا، هل وردي تقول لنا إن المصادر الإسلامية متأخرة وعامتها قد كتب بعد 150 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هي هنا تعترف ضمن أن ليست كل كتب السيرة كتبت بعد 150، جلها. إذن هناك كتب سيرة قبل ذلك، إذن عليك أن تعتمديها. يعني ابن إسحاق إذن بتأريخك لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن إسحاق قد كتب سيرته قبل أن تنتهي 150 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنك لا تعتمدين عليه. على كل حال، هل أن تكتب كتب السيرة بهذه الفترة المتأخرة هل هذا يطعن في القراءة التقليدية التراثية للسيرة؟ حتى نقدم قراءة متطرفة كالتي تقدمها هذا وردي حتى تشكك في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بصورة أخرى، هتأخر كتابة السيرة 150 سنة سبيل للتشكيك في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، لأن دليل وجوده وجود أمة كاملة. هل هذه الأمة كلها نشأت من فراغ، من عدم، من مؤامرة؟ طيب القرآن كيف وجد؟ القرآن بنفسه كل شيء ينسبه إلى شخص واحد دعا إليه كل الناس. طب إذا قلت لا أنا أؤمن بالقرآن أو أعتقد القرآن وثيقة تاريخية، طيب إذا كان القرآن وثيقة تاريخية فهل هو يدل، أليس هو حجة في قراءة السيرة؟ أليس علماء الإسلام عندما يكتبون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يعتمدون على القرآن وغيره؟ يعني هولي لامانس، هذا النصراني المتعصب المستشرق الطاعن في السيرة يقول لك كل كتب السيرة لا تساوي شيئا، مع ذلك يقول لك القرآن، هوري لامانس البلجيكي يقول لك القرآن لا، القرآن يعني حجة تاريخية لمعرفة خبر نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. طيب القرآن صريح جدا، هذا وجه لا يمكن التشكيك فيه. يعني مثلا
جورج ويلز، أشهر من طعن في وجود المسيح عليه السلام. مع ذلك يقول صراحة الأدلة المتعلقة بتفاصيل سيرة عيسى غير شافية. لو كانت سيرته لها شهادات جيدة كما هو الأمر مع يوليوس قيصر ومحمد والملك آن، لما احتاج أحد إلى تشويه الأدلة المتعلقة بذلك باعتبارها تؤسس لمحض احتمالات وأن يبحث في مكان آخر عن اليقين. بمعنى يقول لنا، يعني جورج ويلز هنا يقول لنا، إن سيرة المسيح عليه السلام لا يمكن الوثوق فيها لأنها جاءت من خلال أناجيل مجهولة المؤلف وكتبت في ظروف غامضة تماما. لكن لو كان خبر المسيح كخبر نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه وهذا رجل الملحد، لو كانت كذلك بهذه الوثائق كالقرآن المعروف تاريخه، لا ما شككنا في أمر المسيح عليه السلام. يعني هذه المسائل لا يمكن أن تدخل في دائرة الشك. لو دخلت في هذه الشك سندخل في شكوكية مفرطة ينعدم معها كل أمل في كتابة أي شيء في التاريخ، وهي قد كتبت كتابين في التاريخ. فمن تبلغ به سكبتسيزم هذا المستوى المتطرف يمتنع عليه أن يكتب أي شيء، يعني كل شيء سيكون محل شك وكل شيء سيكون قابل لأن يقرأ قراءة نظرية مؤامرة. لكن دعونا حتى نضع أمر القرآن على جنب. عندما نقول إن السيرة، جل كتب السيرة قد كتبت بعد 150 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيفهم السامع؟ سيفهم أن هناك رجل بعد 200 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وبدأ يفكر ويسمع إشاعات من هنا وهنا وبدأ يكتب السيرة هكذا. لا، أهم مصدر للسيرة بعد القرآن من ناحية الموثوقية، من ناحية الموثوقية هو كتب الأحاديث، خاصة كتب الأحاديث التي تشترطت الصحة كصحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم طبعا بقية أشهر المصنفات الحديثية التي فيها نوع من التشدد في قبول الأسانيد. هذه هي أهم مصادر من ناحية الموثوقية. طبعا أهم مصادر من ناحية التركيز على الموضوع يعني والاهتمام بالموضوع، طبعا كتب مثلا المغازي، كتب السيرة، يعني كتب الشمائل، هذه طبعا لها تركيز أعلى. لكن على كل حال المصادر الأوثق بعد القرآن هي كتب الحديث لأنها تعتمد الأسانيد بصورة واضحة. ربما في كتب السيرة كما عند ابن إسحاق مثلا تجد مثلا حديث كثيرة، مثلا روايات منقطعة وغير ومعضلة وغير ذلك، لكن الصحيحان وأهم مصنفات الحديثية تجد فيها كثير من الأسانيد القوية. هذه الأسانيد إذا نظرنا فيها سنجد أننا لا نتعامل مع رجل يعيش في القرن الثاني أو الثالث هجري ويذكر لنا خبر ما لرجل عاش في القرن الأول، بل هو يأتي بخبر بإسناد متصل. هذا الإسناد بإمكاننا أن نبحث في صدق الراوي فيه، وبالتالي عندما يكون الرواية تكون في القرن الثاني أو الثالث هي رواية مسندة رجالها ثقات، فليست على الصورة التي يعني كما يعرضها ملاحدة الغربي ومتطرف المستشرقين والمنصرين على أن هذه الكتب قد كتبت بصورة متأخرة بصورة لا نعرف عنها شيء، كما هو مثلا في كثير من ما يتعلق من خبر المسيح مثلا في الأناجيل الأبوكريفية وغير ذلك وتذكر خبر المسيح دون إسناد. لا، هذه كتب لها أسانيد. العجيب في الأمر هنا هو الآتي، أن هذه الكاتبة التي تقول إن كتب السيرة قد كتبت بعد 150 سنة تعتمد على روايات سنية وشيعية في خبر السيرة. طب هذا عجيب، هي بنت كل الكتاب على هذه الروايات. هي لم تعتمد منهج باتريشيا كرون، هي رفضت روايات وشطحت بعيدة، لا هي تعتمد هذه الروايات في روايات دقيقة. لا نتحدث عن قضايا مثلا أن هناك غزوة بدر أو هناك رواية، لا، في مسائل دقيقة، في كلمات قالها عمر، كلمات قالها أبو بكر، تنقلها بالحرف وتعتمد حجة لبناء الصورة في خبر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تناقض فج عندما تطعن في السيرة ثم تعتمد عليها. فمذهبها سلف ريفيوتن، يعني she's refuting herself باعتمادها على شيء ونقضه، فعلى أي أرضية تقيم بناءها في دعواها؟ النقطة التالية تقول لنا هالة وردي،
إن هناك مصادر كثيرة يونانية سريانية قبطية أرمينية وغير ذلك تتحدث في السيرة، وكثير منها معاصر لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك علينا أن نعتمدها في قراءة السيرة. طبعا هذا الكلام هو كلام باتريشا كرون في كتابها الهاجريون، هذا الكتاب الذي فقد جزء كبير من قيمته في المكتبة الغربية رغم الترويج له بسبب كثير من الكشوف والدراسات الناقدة لهذا المنهج المتطرف. على كل حال هالة وردي لم تعتمد هذا المنهج الذي تدعو عليه الذي تدعو إليه، بل جل اعتمادها على الآثار الروايات الخبرية الشفهية أو المكتوبة عن أصل شفهي، ولم تعتمد في تأسيس حديثها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه أو في خبر الصحابة خاصة الخلفاء الراشدين، لم تعتمد إلا تقريبا على الروايات التراثية، فهي هنا تتناقض. ثم إن قولها إن هناك روايات كثيرة بحيث يعتمد عليها في هذا الباب كلام منه في الحقيقة كاذب صراح. روبرت هايلاند جمع الكتاب المرجعي، هو الموجود الآن في الساحة، كتابه سين إسلام أز أذرز ساوت، رؤية الإسلام كما رآه الآخرون، كتاب ضخم جمع فيه 120 اقتباس عن ما كتب عن الإسلام تصريحا أو تلميحا من سنة 620 ميلادي إلى سنة تقريبا 780 ميلادي. في هذا الكتاب المرجعي الذي جمع فيه مصادر يونانية وسريانية وقبطية وأرمينية وغير ذلك لم يذكر إلا عدد قليل جدا من النقول التي من الممكن أن تكون معاصرة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل جدا. يعني مثلا عندما اعتمد المراجع اليونانية مثلا لم يذكر مرجع واحد ذكر تصريحا أو بصورة بينة لا شك فيها أنه يتحدث عن خبر المسلمين أو عن نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه، ولا خبر. حتى الرواية التي تزعمها سنناقشها لاحقا لا تصح أن تكون حجة ولا خبر، فكيف تكون هي كثيرة؟ ثم عند التحقيق يعني رأس هرم المدرسة التشكيكية مدرسة المراجعين ريفيجنس هو وانسبرو المؤرخ الأمريكي، وهو أستاذ باتريشا كرون. وانسبرو عندما كتب مراجعته سنة 1978 لكتاب الهاجريزم ماذا قال؟ كما هو أمامكم، قال لنا إنه من الممكن التشكيك في جميع هذه الروايات باعتبارها روايات غير أصلية، وقال إن هذه الروايات هي في الحقيقة ذات طابع جدلي بوليميك وليست روايات تاريخية معتبرة على الحقيقة، وهي أيضا رؤية من الخارج، يعني شكك في قيمتها من أكثر من جهة روبرت هايلاند ماذا يقول الذي جمع هذه الروايات؟ هي طبعا منهج التشكيكيين في العالم العربي، يأتيك بأخبار هكذا ليفاجئك كأنه اكتشف هذا الكشف الكبير. لا، صاحب الكتاب روبرت هايلاند نفسه الذي جمع هذه الروايات ماذا يقول لنا في كتابه؟ يقول لنا في كتابه لا يمكن للمصادر غير الإسلامية أن تقدم قصة كاملة ومتناسقة للإسلام المبكر فضلا عن دعم رواية بديلة لتطوره. معنى هذا الكلام أن هذه الروايات التي تتحدث عن الإسلام هي تتحدث بجزئيات صغيرة جدا، لا تقدم تقريبا ولا صورة، فقد تقول المسلمون، طبعا رواية عامة تقول القريبة من عصر النبوة يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، آخر خبر فيها تقريبا أنها تقول المسلمون هجموا على بلدنا، إما أن تقول إنهم أحسنوا إلينا أو إنهم في الأغلب أساءوا إلينا فقط، لا تقدم لك رواية تاريخية بمعنى الحقيقي. وحتى إذا ذكرت ربما خبر عن نبي الإسلام صلوات ربه صلى الله عليه سيكون خبر يعني شائعة أو ليس خبر مسلم بالمعنى التاريخي، هؤلاء لم يعيشوا في زمنه ولم يعيشوا في بيئته، فكيف يكون كلامهم خبرا تاريخيا؟ فعندما نتحدث في هذا الباب وتقدم لنا هالة وردية على أن هذه الوثائق لها قيمة تاريخية، هي ليس لها أي قيمة تاريخية لأنها قليلة جدلية لأشخاص لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان عندهم أجندة طبعا، وما تحدثوا فيه أمر غامض جدا. طبعا عامة أهم هذه المصادر تقريبا هي المصادر الرؤيوية أبوكاليبتك. هذه الرؤيوية، ما معنى رؤيوية؟ رؤيوية يعني أنه هناك مصادر كتب كثيرة كتبت في ما سيقع في آخر الزمان للنصارى أو ما سيقع في آخر الزمان لليهود. هذه الكتب تزعم أنها كتبت تتنبأ بما سيقع لليهود، ما سيقع للنصارى، لكنها في الحقيقة كتبت بعد الأحداث، فكانت تصور الفتح الإسلامي على أنه لعنة حلت باليهود أو لعنة حلت بالنصارى في هذا السياق. وصاحب الكتاب أو الوثيقة وكأنه يتنبأ بالمستقبل يذكر بعض الصفات العامة على أنكم إذا ابتعدتم عن تعاليم المسيح فسيأتي بنو إسماعيل، هكذا كانوا يتحدثون، سيأتي بنو إسماعيل فيفعلون فيكم ويسبونكم وتكونوا حتى يأتي بعد ذلك المسيح. هذه الوثائق هي تقريبا أهم الوثائق، الوثائق الرؤيوية. هذه الوثائق لا تعطي شيء تاريخي، تعطي خبر عام أن فتح الإسلامي أمر سيؤدي إلى أن يصيب النصارى أو اليهود يعني بلاء عظيم بس. فكيف تجعل منها شيء معتبر تاريخيا في قراءة دقيقة لخبر السيرة تحتاج فيه أن تتحدث عن أفعال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كلمات قالها، عن مواقف، شيء دقيق، وليست معاني عامة، وليست معاني عامة. فما يعني ما ذكرته هالة وردي قيمته التاريخية ضعيف، ولذلك يعني الانحياز إلى مدرسة بوزيشا كرون يعني هو المراهنة على الفرس الخاسر. ولذلك كتب المستشرق آر بي سيرجنت في مراجعته العلمية لكتاب ماكن تريد and the rise of Islam لباتيشا كرون، نقد هذا الكتاب سلخه سلخة، يعني قال الكتاب فيه تزوير وفيه تحريف وفيه يعني مبالغات، لكن قال عبارة مهمة، قال يعني إن هذا البحث يليق بطالب داهية في سنواته الأولى في الجامعة في مناظرة مع طلبة آخرين، وأن الكتاب قد يحقق لصاحبته الشهرة التي تسعى إليها، لكنه أبدا لن يساهم في تطوير فهمنا للإسلام المبكر، للأصول المبكرة للإسلام. الكتاب كتاب في الحقيقة كتاب جدلي يعني، وليس كتاب يتعامل مع الوثائق المطروحة بنهج علمي هادئ النفس، يستقرئ الوثائق ولا يفرض عليها قراءة متطرفة، قراءة تآمرية. يعني القراءة التي تقدمها هل الورد هي نفس القراءة المتطرفة للمستشرقين، يعني قراءة تآمرية للتاريخ، طبعا مع أنها طبعا جمعت متناقضات، جمعت التشكيكيين مع الأثريين، فخرجنا بخلطة من هذا الخلاط العجيب. تحدثت هالة وردي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كانت تتحدث عن جانب الرحمة أو شدة فيه، جانب دولة، رجل دولة، رجل دين، فقالت هي شخصية جمعت المتناقضات، فيها كثير من المتناقضات. وأنا أعجب كيف يقال هذا الأمر على الملأ لاستباحة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد تقول لكم إنها تدافع عن المذهب المالكي. لا أدري هل المالكي يبيحون هذا الأمر أم لا، في تونس صراع على الدستور لتضمين أن دين دولة الإسلام، أين اختفى هذا الفصل؟ أين اختفى؟ يعني هؤلاء يدافعون عن المالكية وهؤلاء يدافعون عن الإسلام، ثم يخرج أي إنسان فيجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الوحي. الاستدلال العلمي الوحيد الذي قدمته هالة وردي في كلامها هو قولها إن هناك وثيقة يونانية كتبت سنة 634 ميلادي، أي بعد سنتين من الزمن التقليدي أو القراءة التقليدية لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يقول طلعت الإسلام إنها سنة 632 ميلادي. هذه الوثيقة تقول إن نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه كان في غزة يحارب، وأن رجلا أرسل إلى قريبه في قرطاج يقول له نحن في غزة، جاءنا رجل اسمه محمد يعني يريد أن يفعل كذا وكذا في فلسطين. وبذلك هي تقول إن التراث الإسلامي لا قيمة له، يعني هذه الوثيقة قد أثبتت
أن النبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه كان في فلسطين سنة 634، وبالتالي علينا أن نشك في وجود نبي الإسلام، علينا أن نقبل الشك والتردد في وجود نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. سننظر في السند وسننظر في ومضمون الوثيقة وفي استنباطها منها. هذه الوثيقة لم تذكر اسمها، وهي وثيقة طبعا كنت تترجمها عن تعليم يعقوب أحد شخصيات القصة. هذا الكتاب هو يتحدث عن حوارات تمت على مدى أسبوع كامل. أصل هذه الحوارات أن الرومان قرروا أن ينصروا اليهود في شمال إفريقيا سنة 633 ميلادي. أحد الأشخاص اليهود واسمه يعقوب وهو تاجر، لما زار قرطاج علم بإلزام اليهود أن يتنصروا، فادعى أنهم متنصروا. في يوم من الأيام كان ماشي سقط في حفرة، فنادى أدوناي أي إلهي بالعبري أنقذني. فلما نادى بهذا النداء يعني بدأ يكتشف أمره، ثم لما أخذوه حتى أخذوه معهم للحمام غير ذلك يعني اكتشفوا أنه مختول، فعلموا أنه يهودي فقرروا تنصيره أو تعميده. فلما عمدوه قصرة يعني بصورة قصرية يعني حزن، وفي الليل رأى المسيح، في الليل رأى المسيح وقال له بالعكس أنت على الطريق الصحيح. فالرجل اطمأن إلى أن النصرانية صحيحة، ثم ذهب إلى اليهود فناقشهم واستدل عليه، وذهب أخذ كتاب المقدس قرأ فيه، اكتشف فيه أن التوراة تتنبأ بأمر المسيح وغير ذلك. طبعا هذا كلام خرافي، ردنا عليه في كتبنا ورد عليه كثير من الباحثين المسلمين أن التوراة لا تذكر تماما عيسى عليه السلام. فلما قرأ واقتنع أن خبر المسيح عليه السلام مذكور في التوراة تنصر، ثم ناقش اليهود الذين معه فتنصروا. هذا الكتاب بإجماع من قرأت لهم في أمر هذه الوثيقة ديداسكاليا ياكوفي، بإجماع هذه الوثيقة كما سيأتي لاحقا، هذه الوثيقة هي وثيقة نصرانية اعتمدها النصارى لدعوة اليهود إلى النصرانية. فالنصارى من المعروف في تاريخهم الطويل في القرون الوسطى وقبل ذلك أنهم كانوا يكتبون كتاباتهم الدفاعية والجدلية أبولوجيتك، يكتبونها على طريقة حوارات مفترات، وأنه حصل النقاش وغير ذلك وتنصر الطرف المقابل في الآخر، أو أن الطرف النصراني قد أقام الحجة على الطرف المخالف. طبعا أشهر نموذج هذا الأمر، أشهر نموذج هو أشهر حوار بين مسلم ونصراني، رسالة عبد الله ابن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح ابن إسحاق الكندي. طبعا لاحظ عبد الله في مقابل عبد المسيح، ابن إسماعيل في مقابل ابن إسحاق، الهاشمي في مقابل الكندي، يدعوه فيها للإسلام، ورسالة الكندي إلى الهاشمي يرد بها عليه. طبعا هذه الرسالة مشهورة جدا وفيها زخم كثير من المعارضات النصرانية للإسلام، ولا يشك من يقرأها أنها نقاش ملفق يبدو فيه المسلم ضعيفا ويبدو فيه النصراني صاحب حجة. طبعا في تلك الفترة التي ظهر فيها هذه الرسالة كان المجادلون من أهل السنة ومن المعتزلة ومن الزيدية ومن غير ذلك، كان لهم يعني صولات وجولات مع النصارى، ما كانت فيهم هذه البلادة طبعا التي صورها الحديث في هذه الرسالة. فكان طابع واختلاق الحوارات بين المسلمين والنصارى أو بين النصارى واليهود وغيرها كانت معروفا بين الرهبان، كانوا يكثرون من تأليف هذه الأمور كما يكثرون من تأليف الكتب الرؤيوية. في تعليم يعقوب هذا هناك رسالة أرسلها شخص اسمه إبراهيم إلى قريبه يخبره أنه قد أن الناس يخبرون أن جيش الساراسنز كما يسمون أي العرب، هذا لقب كان يطلق عليهم، أنهم قد جاءوا فلسطين ومعهم نبي، وأن هذا الشخص عندما سأل أحد الأشخاص العالمين بكتاب مقدس إن كان هذا رجل نبي حقا أم لا، فقال له إن صفاته لا تنطبق على ما جاء في كتبنا. وإبراهيم هذا يقول إنني سألت أشخاصا قد التقوا بهذا الرجل أي النبي، فقالوا إنه ليس بنبي وإنه سفاك للدماء.
وإنه يزعم أنه عنده مفاتيح، المفاتيح الحقيقية، مفاتيح الجنة في يديه، وأن هذا أمر لا يصدق. هذه هي الرواية التي تعتمد عليها هالة الوردي. فهل هذه الرواية من الممكن التي يقال التي تقول إنها كتبت سنة 634، هل هذه الرواية حجة للطعن في جميع كتب السيرة؟ هل هذه الرواية بقوة التي تطعن في جميع كتب السيرة؟ سننظر في ذلك ونناقش هذه المسألة نقطة نقطة. الأمر الأول، سؤال مباشر، من هو مؤلف هذه الوثيقة؟ هل هو رجل يحتج به في قضايا تاريخية؟ هل هو مأمون العدالة في النقل؟ يعني مثل مؤرخ ينقل بأمانة؟ من هو هذا الشخص؟ الجواب ببساطة، نحن لا نعلم من هو هذا الشخص. هو شخص مجهول، لأن هذه الوثيقة تلفيقية، مجرد كتابة يعني أبولوجيتك وبوليميك، ليست كتابة تاريخية على سنة المؤرخين، وهي كتابة جدلية. المسألة الثانية، متى كتبت هذه الوثيقة؟ هل الوردي تقول لنا إنها كتبت سنة 634، أي بعد سنتين من التحديد التاريخي التقليدي لوفاة نبي الإسلام صلوات ربه وسلامه عليه؟ في الحقيقة هناك أولا لا توجد أي حجة في تحديد الزمن الدقيق لكتابة هذه الوثيقة. هناك أمارة في 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 في, في هذه الوثيقة يحدد من خلالها زمن التأليف. قيل سنة 534 634، وقيل سنة 640، وقيل سنة 680. هذه الأقوال نقلها روبرت هايلن في كتابه. هناك جدل، طبعا هو عنده الحياز الخاص، لكن قال هناك جدل في معرفة تاريخ هذه الوثيقة، وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، خاصة إذا كنت تأتي بشيء محتمل في مواجهة تراث إسلامي بأسانيده الكثيرة للناس عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نقلوا لنا أخبارهم هم أبناؤهم وتلاميذهم، لأنهم كانوا علماء، كثير منهم كانوا علماء وتلاميذهم. يعني لا تأتي بشيء فيه كسور أو فيه ضباب لتهدم به تاريخ طويل. هو أصلا الاعتماد على مصدر واحد لهدم مصادر متواترة جنون. فكيف إذا كان هذا المصدر مجهول المؤلف، مجهول التاريخ؟ الأمر الثالث، أين أُلفت هذه الوثيقة؟ هناك خلاف، هناك من يقول فلسطين، هناك من يقول في إفريقية، في قرطاج. طيب إذا كان في إفريقية كما هو مذهب روبرت هايلاند، فالأمر مصيبة، لأنك أنا تعتني بوثيقة تتحدث عن فلسطين، وثيقة جدلية سجالية وليس وثيقة تاريخية، كتبت في مكان بعيد جدا عن مكان الحدث، فكيف تكون حجة تاريخية؟ إنسان في إفريقيا يلفق قصة، أقول لكم بإجماع النقاد يقولون أن هذا الكتاب ليس كتاب تاريخي، هذا كتاب أبولوجيتك، كتاب جدلي دفاعي بوليميك، ليس كتاب تاريخي. فإذا ألفه إنسان في مكان بعيد تماما عن فلسطين، فلابد أنه قد سمع قصة أن المسلمين قد دخلوا فلسطين، فأراد أن يلفق القصة بصورة كبيرة، فقال وجاء معهم نبيهم. يعني إحنا كما قال بتونسي صرفنا يعني، لننفق يعني من سعة. وإذا قلنا أنه قد كتبه في فلسطين، فأين كتبه؟ طبعا المشكلة الأساسية هي أننا لا نعلم أين كتب، لا نعلم أين كتب، فأيضا ضباب في ضباب. طبعا الأمر الأهم في الحكم على هذه الوثيقة هو أنها وثيقة جدلية نصرانية، حتى وصفها أحد المستشرقين شين أنثوني في حديث، في مقال له عن هذه تعليم يعقوب ومفاتيح الجنة، نشره في إحدى المجلات الغربية. يقول هذا المستشرق يعني إن يصف هذه الوثيقة أنها كريستيان فانتزي، يعني وثيقة نصرانية. كما كتب روبرت هايلاند يقول إن هذه الوثيقة هي في الحقيقة مجرد إعادة رسكل، إعادة صياغة لجميع الحجج التي قيل ضد اليهود باعتماد الكتاب المقدس، فقط وثيقة يعني جدلية ضد اليهود، تعتمد الكتاب المقدس لدعوة اليهود إلى النصرانية، وتقدم ذلك في قالب قصصي فقط. هذا هو حالها. حجة أخرى ضد موثوقية وقيمة هذه الوثيقة التي تعتمد عليها هالة الوردي، هي وثيقة تعود إلى سنة 640 ميلادي. هذه الوثيقة اسمها نص توما الكاهن. هذه الوثيقة
هي أقدم نص تاريخي غير إسلامي يذكر صراحة النبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه، ويسميه بالاسم، يسميه بالاسم، فيقول إن الذين هجموا على فلسطين اسمهم هم عرب محمد، طيايد محمد، هك بالسريانية طيايد محمد. لاحظ هنا نقطة، كذب وتدليس هذا الوردي. الوثيقة التي ذكرتها تعليم يعقوب لا يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم، لا يذكر الاسم، وإنما يقول النبي فقط. السراسينز هذا جاءوا مع النبي فقط ولا يذكر اسمه، وهي قالت إنه يذكر إنه رجل اسمه محمد، هي كاذبة في هذا الزعم. هذه الوثيقة سنة التي تعود إلى سنة 640 ميلادي تذكر ذات المعركة التي تحدث عنها وتحدث عنها وثيقة تعليم يعقوب. ذكرت أن هؤلاء العرب جاءوا فلسطين وهزموا البيزنطيين، ولم تذكر أنهم قد جاءوا مع نبيهم. ولو كانوا قد جاءوا مع نبيهم فمن البداهة ومن الواجب بداهة أن تذكر أن هناك نبيا قد جاء مع قومه. لا تذكر الجنود ولا تذكر القائد إلا أن يكون نبيهم ما كان معهم. وهذه طبعا حجة تاريخية لنص موثوق جدا، هذا النص مدحه حتى روبرت هالين في كتابه بصورة قوية، وقال هذا نص يعني موثوق وصريح وذكر الاسم، فهو حجة أقوى بكثير على ما جاء في النص الآخر، لأنه أصلا هو هذا خبر تاريخي وليس رواية جدلية دينية في مقام تلفيقي. طيب نترك، يعني إذا كنت تعتبر أن هناك هذا مسلم يتحدث عن هذه الوثيقة وهو متحيز، سأذكر لك شخص غير مسلم، المؤرخ البريطاني كولين ويلز. هذا المؤرخ يقول في مراجعته كما هو أمامكم لأحد الكتب الإشراقية، يقول إن هذه الوثيقة تقدم لنا صورة مشوهة وتفاصيلها فيها تفاصيل كثيرة تخالف الرواية التقليدية. ومثل طبعا لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقود الجيش، طبعا هو نفسه استنكر هذه الزيادة واعتبرها طاعنة في صدق الوثيقة، لا حجة للوثيقة ضد التراث الإسلامي. ويضيف بعد ذلك فيقول يعني بصراحة من الصعب جدا أن نتوقع أن وثيقة بيزنطية في ذاك الزمن المبكر تقدم صورة صحيحة للإسلام. لماذا؟ لأن في تلك الفترة كان هناك حاجز اللغة وكان هناك التمايز بين القومين، فكيف سيصل الناس بعد يعني مع أول فتح للمسلمين لفلسطين حتى يستطيع الإنسان أن يقدم معلومات صحيحة عن نبي الإسلام وماذا يقول غير ذلك؟ هذا أمر بعيد جدا بالذات مع حاجز اللغة. بل يقول هذا المؤرخ البريطاني، يقول حتى في عصور متأخرة كان البيزنطيون يقدمون معلومات خطأ عن تاريخ الإسلام، ويقول أيضا المسلمون نفسهم كانوا ينقلون معلومات خطأ عن البيزنطيين. هناك في التاريخ القديم كان هناك إشكالات كبيرة في نقل الوقائع بسبب مشاكل كثيرة، منها اللغة ومنها طبعا طريقة تناول المسائل، منها انتشار الشائعات وغير ذلك. فيقول لك إذا كان في الزمن المتأخر كان النقل غير مأمون، فكيف في الزمن المبكر جدا؟ هذه شهادة لمستشرق وأركيولوجي ومؤرخ بريطاني لا علاقة له بالإسلام، يسقط قيمة هذه الوثيقة في استدلال بها لصحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل فلسطين قائد الجيش، وأنه طبعا قد توفي بعد الزمن الذي يحدثه التراث الإسلامي. هذا قول مستشرق وليس قولي. طيب بعيدا عن كل ما سبق قوله، هل هذه الوثيقة حجة للتشكيك في وجود نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه؟ هذا هو السؤال. طيب هذا السؤال، هذا أمر عجيب يعني. لماذا؟ هذه الوثيقة إما أنها صادقة أو كاذبة، لا يمكن أن يكون وسط يعني، إما أنها صادقة في هذه الجزئية، إما هناك صدق أو هناك كذب أو وهم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في فلسطين سنة 634. إن كان هذا الخبر كاذب فقد سقط الاعتراض، انتهى الموضوع، التراث الإسلامي مأمون ولا إشكال. إن كان هذا الخبر صادق فيعني ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان موجودا وأنه ليس شخصية أسطورية. يعني هي استدلت بهذا الأمر للتشكيك في تاريخية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت بخبر إن صح أثبت وجوده.
يعني آخر أمره أن يشكك في تفاصيل يذكرها التراث الإسلامي، لكن لا يشكك في وجوده. فلا أدري هؤلاء كيف يستنبطون، كيف يستدلون. يعني امرأة يعني لا تحسن البحث، تجمع كل المتناقضات تستدل بما لا ينصرها. وهذا آخر شيء في هذا الفيديو، ورسالة أقدمها إلى شباب الدعوة في تونس. لا يمكن أن يستمر الحال على ما هو عليه. حال الشبهات الآن المنتشرة مؤخرا، إحدى دور النشر التونسية نشرت كتاب يزعم أنه موسوعة في أخطاء القرآن، كتبه أحد المجرمين، وتمت هناك محاولة للترويج له بصورة كبيرة، لكن إلى الآن لم ينتشر صيته. وطبعا تعرفون، ذكرت لكم يعني أمر عبد المجيد الشرفي، أمر هشام جعيط، أمر ألفة يوسف. أنا ألفة يوسف كنت سأرد عليها، كنت أردت على الشرفي وردت على جعيط، وكنت سأرد على ألفة يوسف. والله حصلت كتبها وكنت سأرد، فقرأت تصفحت الكتب. امرأة بائسة لا تعرف كوعها من بوعها ولا شيء. أنا شفت معلومة واحدة فقط رأيتها تقول أخرجه أحمد في مسنده وتضع في الهامش انظر تفسير ابن كثير. أنا توقفت، قلت هذه المرأة لا تحسن تخريج حديث، تخرج حديث من كتاب تفسير ومسند أحمد مطبوع وله أكثر من تحقيق. أنا قلت يعني سأضيع وقتي مع المرأة. ونظرت في كلامها، مرة تجدها دغمائية، مرة تجدها شكوكية، مرة تجدها لا أدرية، مرة تجدها غنوصية. المرأة في حال ضياع تام يعني. فتركت الأمر يعني عندما تناقش حقيقة مع هؤلاء تجد نفسك في حالة أنك تحتاج أن ترد على كل جزئية. يعني لما رددت، أرجو أن تقرأوا إن شاء الله، هو كتاب متاح على النت، كتاب جهالات وأضاليل، وهو كتاب في الرد على الشرفي، متاح على موقع مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان. وكنت أناقش موقف عبد المجيد الشرفي من السنة. الرجل كما يقول علماؤنا أجهل من دابة، وليست شتيمة طبعا يعني، فقط وصف مستوى العقل يعني، أجهل من دابة. يناقش البخاري ومسلم وأسقط كل التراث الحديثي، ورجل لا يحسن تعريف الحديث، حديث صحيح، لا يعرف تعريف الحديث، لا يعرف المصطلحات، لا يعرف هل هذا حديث أم قول الغزالي، ولا يعرف شيء. يعني أرهقني في الكتاب. فإنسان يشفق على نفسه والله عندما يرد على رموز طيار العلماني في تونس وطيار الحداثي واليساري، يشفق على نفسه حالة من الجهل الفظيع. لكن طبعا ممكن لهم في الجامعة التونسية في كلية أداب وغير ذلك، ممكن لهم تمكين تام، وهم يعني يصولون ويجولون. على شباب الدعوة أن يستيقظ. أوهام السياسة والبرلمانات وهذا الكلام الفارغ الذي هو مجرد استسلام للواقع. على شباب الدعوة وعلى المشايخ أن يعتنوا بصيانة عقائد الناس في ظل هذه الهجمة الشرسة على الدين. هذا هو المطلوب الآن هذه المرحلة. البلد يعني مع الخراب البرجيبي وخراب بن علي، يعني تجفيف الدين ونشر الشبهات ورفع شخصيات منحرفة مثل طاهر الحداد وغير ذلك، أحدث حالة خلخلة في البناء العقدي في الشباب. على الدعوة أن تهتم بالبناء العقدي للشباب، تحصين الشباب، تثبيت الناس على دينهم حتى لا تكون فتنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.